برنامج HDAT2 يستخدمه الخبراء لإصلاح جميع أقراص التخزين HDD والSSD والباتسكتور. أقراص التخزين من أكثر القطع استخداما في الأجهزة الإلكترونية، حيث يتم الكتابة عليها والمسح بشكل مستمر، مما ينقص من عمرها ويسبب لها الكثير من المشاكل. وتختلف طرق صيانة تلك المشاكل حسب نوع المشكلة ونوع القرص إلى غير ذلك من الاختلافات، لكن في هذه التدوينة سنتعرف على برنامج يستخدمه الخبراء لإصلاح جميع أقراص تخزين الـ HDD والـ SSD وبدون الحاجة لعمل فورمات. برنامج الـ HDAT2 مجاني ومخصص لاختبار وتشخيص وإصلاح جميع أنواع أجهزة تخزين البيانات، ويدعم العمل مع الأجهزة ذات الواجهات المتعددة مثل الـ ATA والـ ATA-BI والساتا والـ NVMe والـ SSD وكذلك الـ USB والSCSI. برنامج دوس يتم حرقه على مفتاح USB مثلا لإنشاء قرص قابل للتمهيد من أجل تشغيله، ولا يمكن تشغيله من داخل ويندوز مباشرة. في واجهة البرنامج تظهر قائمة بأجهزة التخزين الموجودة، وبتحديد أحد هذه الخيارات ستظهر قائمة الوظائف مثل اختبارات الجهاز ونظام الملفات وبيانات الجهاز والسمارت والأوامر المختلفة. ويستخدمه المتخصصين في إصلاح بعض أنواع الباديسكتور كما في الصور. هذا البرنامج خاص بالخبراء، لذا يجب على المبتدئين التعامل معه بحذر لوجود بعض الأمور التي يمكنها محو البيانات الموجودة على جهاز التخزين بالكامل. ولتحل المشكلة التي توجد لديك، يفضل أن تبحث كيف تستخدم البرنامج في تلك المشكلة حتى لا تتلف البيانات. برنامج HDATO برنامج مميز، تفضلوا لتنزيله، وشكرا لاستماعكم.